السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت من داتابيس الابسود الاول. بهذا الابسود راح نعمل اوفر فيو للاو ار ام سوفت وير بروجكت اللي راح نستخدمه واللي هو بيوي. الخطوه الاولى مالتنا راح ندخل على الفولدر اللي مسمينه احنا بيت من داتابيس. اوكي، راح نكون لنا فد بروجكت معين او ملف معين راح نسميه ستودنتس. اوكي، هذا الملف مالتنا اللي كويناه. اول خطوه نسويها حتى نتعامل مع هذا الاورم سوفت وير بروجكت نعمل له امبورت. فهذا هو الطريقه مالت الامبورت مالتهم اللي هم فرضيها علينا بالدوكيومنت مالتهم، هذا السياق مالتهم. انت تعمل الامبورت لكل شيء زين، فورم امبورت امبورت everything. اوكي، الخطوه الثانيه نسوي داتابيس. الداتابيس مالتنا راح تكون SQL لايت داتابيس. اوكي، من داتابيس مالتنا راح نسميه ستودنتس. اوكي، ستودنتس داتابيس. الخطوه الثانيه مالتنا راح نسوي كلاس موديل. كلاس موديل مثل ما تلاحظ ستودنت موديل اللي هو انهيرت الى موديل معين من البيوي. الكلاس موديل بصوره عامه هو التيبل مالتك. راح نسوي اليوزر نيم الاتريبيوت مالتنا راح تكون مثلا هاي، راح اشرح لك اياها سفت شويه بس نكمل لك اياها. فيلد اوكي راح يكون ماكس لينث راح يكون 255 و راح يكون هنا ميك ميك ترو. اوكي، وبنفس الوقت راح نعطي بوينتس. بوينتس مالتنا راح تكون here field راح يكون مثلا default default zero. راح نسوي class ثاني نسميه meta. meta class، meta class مثلا يكون data database راح يكون مثلا database. شنو هذا اللي سويناه؟ مثل ما لاحظنا كوننا كلاس موديل اللي هو راح يكون التيبل، اليوزر نيم والبوينتس، اذا الاثنينات هي عباره عن كولوم، يعني راح يصير عندنا كولوم بالتيبل مالتك يوزر نيم وبوينت. النوع مالتنا ان انا تشار فيلد معناها نوع الحقل مالتك او نوع الكولوم مالتك هو تشار فيلد اللي هو مشابه وهو مثل البار تشار اللي انت مشتغل مع الماي اس كيوال. طول اليوزر نيم راح يكون 255 كاركتر يعني الماكس لينك مالته. يونيك شنو معناها؟ يونيك معناها الاسم هنا اليوزر نيم ما يتكرر بالتيبل مالتنا. زين، البوينت راح تكون شنو؟ الكولم، الكولم مالتي تكون عباره عن انجر فيلد الديفولت فاليو مالتها ايش قد؟ صفر. هاي شنو معناها؟ انه معناها انه اليوزر في حاله انه ما انطى قيمه راح تاخذ هذه القيمه، ما راح تعطي ايرور مسج، بينما بالنسبه لحق اليوزر نيم اذا ما انطى قيمه لا راح ياخذ ايرور مسج. نجي لهذا الكلاس اللي سويناه داخل الكلاس. هذا الكلاس الميتا كلاس هو له علاقه بمن؟ بالكلاس اللي فوقه، له علاقه بالكلاس ستودنت. كل اللي يسوي هذا يسوي ديسكريبت او وصف لهذا الكلاس. مثلا هنا أنا مثل تلاحظ احنا استخدمنا قلنا يا جاي نقول لهذا الكلاس يا ترى الداتا بيس مالتك اسمها داتا بيس اللي هاي اياها باوحه اللي انطينا اياها هنا. فهذا هو الشغل مالته. في بعض الاحيان نعمل اوردر باي مثلا نرتب الكولوم، مرات بدل ما نخلي اليونيك مالتنا هنا نسويها مثلا ملتي لاين فندخلها هنا ضمن الكلاس ميتا مالتنا. هو بكل الحالات هو عباره عن كلاس له علاقه بالكلاس الاول. كل اللي يسوي له هو يعمل له وصف لنوع الحقول الموجوده ضمن التيبل. زين، راح ننفذ هذا الامر. راح نقول داتابيس، اول خطوه نسوي داتابيس كونكت. كونكت اوكي، هاي داتابيس كونكت. الخطوه الثانيه تكون داتابيس كرييت. شنو كرييت؟ تيبلز. اوكي، راح تاخذ ليست، راح تكون اول خطوه معناتها الموديل مالتنا اللي سويناه ستودنت. اوكي، فهذا ال بالنسبه للعمل مع مثل ما قلت لك ORM سوفت وير بروجكت للبي يو. بهاي الطريقه راح تكون مالتك اللي راح تكون الداتابيس وراح تكون التيبل. كل اللي تسويه هسه حاليا راح شو تسوي؟ راح تدخل تسوي تدخل على الملف مالتنا اللي سميناه بيثن داتابيس. اوكي، عفوا. زين، راح ننفذ هذا الملف اللي سويناه اللي هو بيثن ستودنت. زين، نسوي له ران. هنا سوى انا كون لنا داتا بيس سماها ستودنت داتا بيس. اذا تحاول تشيكها هذه الداتا بيس راح نكون ندخل SQL لايت ندخل عليها نسميها ستودنت
ندخل عليها داتابيس زين نسوي تيبلز نشوف هاي الداتابيس موجودة لو لا. تيبل موجودة راح نسوي سيلكت. طبعا هي حاليا هسه ما بيها اي شيء راح نسوي سيلكت everything from student. اوكي راح ما تنطيك اي شيء لان هي ما بيها اي شيء. ان شاء الله بالفيديو القادم راح نحاول ندخل بيانات او معلومات ضمن هذه التيبل مالتنا اللي كونها اسمها student. student العفو. اذا عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك بالشانل. في امان الله وفي فيديو جديد ان شاء الله.